لا 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 ما هكذا يهان فريق تشيلسي. شكرا للزميل خالد ياسين. سيداتي انساتي سادتي احبائي في كل مكان، طابت اوقاتكم بكل خير، اهلا وسهلا بكم معنا هذا المساء. أجواء عالمية في ستاد ستانفورد بريدج، أصعب الأوقات في هذه اللحظات، عنوان المباراة تكسير عظام عملاقان فوق الميدان، أجواء رهيبة، مئات الملايين من المشاهدين في انتظار النجوم الكبار في هذا المشوار. تشكيلة بلوزة تشيلسي، حراسة المرمى للأسترالي مارك شفارزر، يمين الدفاع برانيسلاف إيفانوفيتش، على اليسار أشلي كارل، في وسط الدفاع كاري كين والكابتن جون تيري. ثنائي الارتكاز 7 راميريز و4 دافيد لويز، ثلاثي وسط الميدان ويليان إيدن أزار مشتعلة في نقطة الجزاء، ترجع من جديد عذاب في عذاب وسع غدارة كرة دوارة. شوف الكرة وهات الصورة، هذه مارك جورزر بالمتابعة ترجع لدون رائعة من كوكي، ولكن نزار في حوار من نار وزار يواصل البلجيكي القطار والمخالفة، إرتا توران بالمخالفة والصافرة الإيطالية قريبة من المواقع الدفاعية، حالة صاروخية عبر للقارات. ويليان بالنولبية بداخل القدم اليمنى، يمشي ويليان يتقدم ويليان لكن كرة بعيدة في هذا الزمان، كرة برازيلية لويليان. النتيجة دائما 0-0. هل تعرف هذه المباراة الأوقع؟ عودة بالخطأ سعيد لويس، لمسة جميلة عرض التوران وكوستا بالكرة. يا خطيرة لكوستا مرة أخرى. إيفانوفيتش خطيرة والمقصية. قصية برازيلية من كوب، كرة لويليان راميريز إيفانوفيتش على طول، ويليان مع تياغو جودين، ويليان يلعب مليح وهذه الكرة جول 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 الماتادور فرناندو توريس بوبتياس، الرعب الازرق يطال كوماتوس الاسبان امام هجوم اتلتي. الكره العرضيه جميله بالراس، سهله عند الفرنسي، جميله جدا، خطيره لمصلحه اتلتيكو. هجوم للاتلتي، محاوله لارده، توران طلب الكره من تياغو، وتياغو عرضيه خطيره وفرصه جميله والكره جوزي مورينيو. عادت له الأفكار السوداء. نهاية الشوط الأول مشاهدينا الكرام،
هدف أول لفرناندو توريس، أسبقية لندنية، هدف التعديل لأدريان لوبيز للكتيبة الإسبانية في انتظار نهاية القمة. الشوط الثاني وما يمكن أن يحدث من جانب تشيلسي الذي لم يغير ذات الأسماء التي بدأت المباراة في الأطراف الهجومية. وفرناندو توريس المهاجم الوحيد دياغو كوستا، يا سلام كرة خرافية يقدمها الأتليتيكو الآن. يا سارية تركيا والحراسة الأسترالية ليارتا توران، التصويبة والإقناع والإبداع لمارك دياغو يحاول تسديد كرة سهلة على مرتين عند مارك فاس سهل الحارس ويليان ويليان يوزع كرة جول عجيبة غريبة روعة قوة وجمال تيبو خيال كل الخيال. توقعنا زبريكوتا على اليسار وايتو مهاجم ثاني بجانب النينو من أردا توران، أردا عرضية خطيرة تبعد من الدفاع دياغو كوستا وصافرة وركلة جزاء. نعم نعم ركلة جزاء لدياغو في الهواء والصبر يحسن دواعي. يمشي دياغو كوستا يتقدم رويدا رويدا يمشي دياغو جول. العذاب كل العذاب للانجليز حاليا، اتلتيكو الاسباني يسيطر ميدانيا، السبياني تو جاي يعاون فيه على قبر بو قرب له بالفاس. شوف دياغو الفنان يرسب كل الامان. الكرة الثابتة لتشيلسي، المحاولة خطيرة من ويليان جميلة بالراس وكورتوا. يا إلهي وهذا كرة لراميريس، راميريس وتيبو حسن التمركز يذكرنا بالتينات صوف لعناصر أتلتيكو اللي يلعبون بروح عالية جدا بهدوء بتركيز. كرة طويلة من تياغو في مكان خطير وعرضية جميلة وكرة بالراس وأردا توران خلصها توران خلصها الفنان. هدف جميل، فرحة كبيرة. أردا توران هيا بنا إلى إشبونا وكأنه يقول ذلك. المباراة تتحول لدرس كروي إسباني أمام النادي الإنجليزي. أوسكار ربما أو أندري تشوري يختم القافلة الجرزوية. يراو إيماد فيليب لويس. أوه شنو هذا ما هذا؟ لا 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 صار فرصة للرابع ومرور جميل خطيرة وكرة للويس. مرور جميل كرة وفرصة للرابع خلص الدفاع. لويس بالرأس كرة يدوين ضاعت عليه راحت عليه ما هوش في عقليته. لا من المدربين الصاعدين عالميا وفي كرة الحكم يعطي ضربة مرمى أنه لن يشارك. قال أنه سيكون موجودا في المباراة النهائية. الكرة ليدين هازارد، محاولة مرور تمريرة وتغطية جميلة من هازارد وكرة. واو هذا أمر غير معقول. الآن كورتوا يصد كرة مستحيلة من جانب هازارد. تمر هذه الكرات وهازارد يسدد وفي هذه اللحظة يعلن نيكولا ريتزولي ويؤشر على مرور وعبور أتلتيكو مدريد إلى الدور النهائي يوم 24 مايو القادم في لشبونة بعد أن أقصى تشيلسي في ميدانه أمام جمهوره في ثلاثية تاريخية في هذه الألقاب الكروية. ألف مبروك لعشاق أتلتيكو مدريد. روخي بلانكوس في الدور النهائي، هارد لاك لتشيلسي في دور نصف النهائي.
الجماهير الحمراء والبيضاء تصنع الاحداث في مدرجات ستانفورد بريدج.